السلام عليكم يا متابعيني الحلوين. اليوم سويت لكم وصفة رهيبة جدا، تكة الدجاج مع الليمون. هذه اللي تشوفوها طريقة يعني جدا سهلة، وموادها أيضا يعني بسيطة، موادها أيضا بسيطة، فتعالوا وياي حتى تشوفون المواد المطلوبة وطريقة تحضير هذه الوصفة الرهيبة. المواد اللي احتاجها لوصفتنا لهذا اليوم، عندي هنا هذا دجاج، صدر دجاج قطعته مكعبات بهذا الشكل وجهزته. احتاج ملعقة طعام واحدة من اللبن او الزبادي او الياغورت، احتاج نصف ليمونة، احتاج عصير نصف ليمونة. البهارات اللي احتاجها عندي هنا 4 فص ثوم، نصف ملعقة كوب من الزنجبيل، ملعقة كوب من الزعتر، ملعقة كوب من الكزبرة، ملعقة كوب من الفلفل الأسود، نصف ملعقة كوب من الكركم. واحتاج بالطبع الملح. أول شيء أجهز الخلطة اللي راح أستخدمها. خلي هذه البهارات كلها مرة واحدة، وأخذ من الليمون برش الليمون، وأطحن هذا الثوم بيها. وأضيف لها عصير نصف ليمونة، وأخلط هذه الخلطة سوية، وأتبل الدجاج بيها، واتركها شي نص ساعة، وبعدها راح اشيشها بشياش التكة وابدي اجهزها. هكذا راح اغطيها واتركها بالثلاجة لمدة نصف ساعة وارجع لكم. بعد ما تركت هذه تكة الدجاج بالثلاجة لمدة نصف ساعة، راح اشيشها وابدي اشويها. اخلي بيناتهم شرايح ليمون بهذا الشكل. كذا واستمر بيهم كلهم، يعني اخليهم بالشياش وارجع لكم. مثل ما تشوفون خليت المقلاة على النار وخليت القليل من الزيت بيها، راح امسحها كلها بهذا الزيت هذا الشكل، يعني فقط مسح مو نغرقها بالزيت. شوفوا هذا الشكل، وابدي اخلي بشياش الدجاج واشويهم. وانتظر عليهم الى ان يستوون شوية واقلبهم على الجهة الثانية. اقلب الدجاج على الجهة الثانية، ويعني ما اخلي النار قوية وانما اخليها متوسطة افضل. هذا الشكل، وانتظر عليهم الى ان يتحمصون وارجع لكم. هكذا انتهيت من تحضير وصفتنا لهذا اليوم، لهذا الكباب او تكة الدجاج على طريقتي، وتقدرون تقدموها ويا التمن او ويا الخبز، يعني حسب ما انتم تريدون. فهي هذه كانت وصفتي لهذا اليوم، اتمنى تعجبكم الوصفة وتجربوها، والف عافية مقدما، واترككم بامان الله الى ان نلتقي في فيديو اخر. شكرا جزيلا للمشاهدة.